خوت سبحان الله العظيم الحميمات مشاو كيف كتلاحظوا هنا في كانوا كلوا الحميمات ان شاء الله دابا راه يلا لقيتونا غادي في الطراب انا كيف كتلاحظوا مشاو ما بقاوش كاين غير واحد الطوبيل خوت اللي كاين هو كانت غير واحد الطوبيل اللي كاين الحميمات كلهم مشاو كيف لاحظتوا انا خوتني اخواتي في تنجلس هنا يلا تحياتي لكم ان شاء الله نزلنا ان شاء الله نزلنا هنا في محطة القنطرة ديال الحسن الثاني فأنا دا كنقول لكم هنا التصويرة كيف قلنا غادي نشد الخط لاين 2 هنا غادي نشد الخط رقم 2 هو غادي يبان لينا جاي ان شاء الله غادي يبان لينا جاي من تحت كنصورها بالعظيمة الخط باش كنصور ان شاء الله غادي نشد لاين 2 هذه هي الوقه ديال الترام هذه راه غادي نركب بها حتى هي لاين 2 باش نمشي للتمارة باذن الله يلا الله يرحم لكم الوالدين الخوت الخوت بالنسبه للترام ديالي هو جاي هو هذا اللي غادي نركب فيه وهذا الا كان كيبان لكم راه نفس الورقه غادي نركب بها نفس الورقه الخوت اللي جيت بها من حي كريمه حتى لهنا حتى القنطره الحسن الثاني هذه هي الطريق اللي كنسلك في العمل شو الغربان الخوت الغربان الغراب شو الغراب الغراب هو الترام جاي ان شاء الله هو اللي غادي نسلك يلا تحياتي لكم الله يرحم لكم الوالدين هذا لاكار الخوت لاكار ديال عبدال محطه ديال التران ديال لاكار ديال عبدال هو هذا يلا دابا وصلنا لعبدال ان شاء الله دابا انا راه على متن الحافله عن الطوبيس البلاصه الخوت اللي خديت منها الدواء كاين لهاد الجايه هنا غير هنا البلاصه اللي خديت منها الدواء قريب الله يرحمها مسكينة الله يرحمها هذا مكان يا ربي امين بسم الله والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة هاكا وليني غنحل التحية الماكلة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كي دايرين الخوت بخير عليكم كلشي مزيان الاحوال ما كيمشوش الله يحفظنا ويحفظكم ويحفظ جميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم اليوم الخوت عاد جيت من الجنازة يعني مشيت بلا فطور عرفتي وبلا غدا عرفتي راه تسخسخت والله ما نكذب عليكم غير الخوت ترونسبور من باب الحد لتمارة للبلاصة فين كيسكنوا هاد العائلة في تمارة اش نقول لكم حسبت ليه 50 دقيقة بحال مسافر والله العظيم الا بحال مسافر لدرجة وليت تنقول 5 دراهم ديال الطوبيس 5 دراهم راه لا شيء خاص نورمالمون والله العظيم الخوت ديك الركبة اللي ركبت من باب الحد حتى لتمارة حتى لديك البلاصة على الأقل واحد 8 دراهم ولا 10 دراهم خاصها تكون وكيعطيو 5 دراهم اللي كيخلصوا في الطوبيس حنا نهضرو في الحق 5 دراهم راه لا شيء ما علينا الخوت باش ما نطولش عليكم
جينا كليت غير كرواسه هي اللي كليت ندير 2 درهم والله العظيم الا كرواسه هي اللي كليت صيك ما علينا. دابا صليت العصر وطلعت دابا غناكل الحمام عاد غادي نمشي بحالي للخدمه وغادي نقدر يعني ديكلاريت في الخدمه الخوت نقدر نتعطل في الخدمه لان هاد المخلوقات خصهم ياكلوا. هادو هما الاولين خصهم ياكلوا ما خصنيش نخليهم بالجوع. يلا نقلبوها نطلقوا الخوت الدكور ان شاء الله لان مجبج ما كلاش عرفتي كيولا نقلب انا نقلب الشاشه خليكم ما تمشيوش. قلنا الخوت حنا غير كنتولعوا المجبج فينا هو المجبج ها هو. شوفوا الخوت راه الا شفتوا تلقاوهم بوغش ها انتم شوف 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 الماكله شوف 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 المجبج شوف ها شوف شوف المجبج شوف الماكله شوف شوف ها هو شوف هو هذا هو هذا هو هذا شوف المجبج ها الخوت دخل 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 خاطر الخوت دابا ما يمشيش. ونسيت الخوت واحد القضيه هذا الولد هذا 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 الدفلي هذا راه البارح مشى ليا هذاك اللي ما كيطيحش هو السحمي عرفتوه هو هذا هاد الدفلي هذا راه مشى ليا البارح وما باتش عندي هذا هو هذا هاد الوليد هذا هذا خو ديك فزيفيزا هذا خو الخوت خو فزيفيزا البارح راه مشى ليا كيف قلنا الخوت راه مشى ليا البارح وما بات سبحان الله العظيم ما باتش ولاني اليوم في الصباح جيت في الصباح جيت من الخدمه لقيته كاين الحميمه راه كيف قلنا الخوت فيهم الجوع بزاف كاع الخوت الحميمات فيهم الجوع وبزاف كاع حنا غادي نطلقوهم ان شاء الله ضروري الخوت نخرجوهم يفرفروا لان غير الدكور اللي غادي نخرجوهم على ود المجبج كيف ما قلنا الخوت على ود المجبج باش يطير وما غاديش يمشي لذاك الدار لانه الخوت راه ما واكلش خرج وليدي خرج خرج وكيف العاده علاش الخوت درنا معكم هذا الفيديو هذا ان شاء الله هذا الانترفيو ها هو المجبج هو اللي بقى بوحدو باش تعرفوا بانه مهلوك الخوت ها هو هو اللي بقى هنا هنا فين غادي تعرفوا بان انت هو اللي بقى كيقلب شوف 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 كياكل البزق تياكل البزق الحميمه طارو يلا الخوت الله يرحم الوالدين حنا غادي نقدموا لهم الاكل ديالهم وكيف العاده الخوت ان شاء الله باذن الله غادي نعطيهم الدواء باذن الله يلا تحياتي لكم الله يرحم الوالدين الفيلا الخوت والسحمي هما طايرين وانما كيدوروا غير على المنزل ها هما ها هو هاد الفيلا هو غادي يهبط ها السحيمي ها السحيمي ها هو سبحان الله العظيم الخوت ها هو السحيمي كيف قلنا السحيمي ما تيهبطش حتى شي دار من غير عندي انا سبحان الله ما تيهبطش حتى شي دار الخوت ها هو شوفوا محدك شوف 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 ها ها هو بيكا ها هو هبط الدكور الخوت فينا هما الدكور اين هما 100% غادي يعليو لان دابا الجهاز التنفسي الخوت كيخدم وكيف قال البطل ناصر الدويله تحيه البطل ناصر الدويله قال لي اه ماما الحميمه تبارك الله راه علاو الخوت هما شتيهم هما الدكور هما راه بالجوع كيف قلنا الخوت راه بالجوع راه معليين المجبج راه ما بانش الخوت اللي ما كاينش في ديك الدار ما كاينش ها انتوما كيف قلنا الخوت القولي اللي قال لي اللي قال لي البطل ناصر الدويله قال لي باش كتعرف الحمام ديالك الجهاز التنفسي ديالو مزيان قال لي الا كان كيعلي الحمام مزيان راه الجهاز التنفسي مزيان الحمام ما تيعليش راه الجهاز التنفسي مريض ها الحميمه تما راه كيصوتوا الخوت يعني كيطيروا مزيان ومع داك السحمي اللي كان كيحل فمو راه معاهم باذن الله الخوت راه معاهم يلا خل الخوت غادي نكمل نتوكل الحميمه ديالي ان شاء الله وغادي نهبط في حالي باش نمشي للعمل باذن الله هادو النفيخ كيف قلنا الخوت ها هما شوف تبارك الله يعني الحميمات كيبانوا بانهم طايشين شوف عوا كي داكت لهم في السماء ضربوها تزدحوا معاها الخوت عوا ها هما جوج فين معزولين هنا ها انا الخوت وكيف قلنا الخوت الصفاره راه حرام ان الانسان يبدا يصفر راه حرام ما غاديش نخدم الخوت الصفاره باي باي الوليدات فيهم الجوع ان شاء الله غادي نقدموا لهم الاكل وغادي ان شاء الله سيك سيك سير عرفتكم نتوما فيكم الجوع دخل دخل هادو الخوت فيهم الجوع وهاد الوليدات ها هما خمسه ديال الوليدات شفت تبارك الله الخوت راه وجدوا ها هو طوبي فيه السيوفابويد هذا طوبي محروق هذا راه فيه السيوفابويد من جنح هذا منقط فراسو هذاك الطوبي هذا دفلي وباقي واحد اخر ها هو طويبي منقط فراسو زويون انت والله ما بارك وكيف قلنا الخوت هاد الوليدات هادو راه رجعوا صحتهم هذاك اللي كنا كنهضروا عليه كنقولوا ضعيف راه تبارك الله الخوت معاه بدا كياكل وباز على راسو يعني اعتمد على راسو الحمد لله راه الصحه ديالو ما نعاودش ليكم راه غادي وكيكسب الصحه كيف قدا كي غادي وكيكسب الصحه غير هو اللعب الخوت ما كنظنش في اللعب واش يلعب مزيان هو بالنسبه للانتاج
كيف قلنا الخوت بالنسبه للانتاج يفرخ يعني مزيان، غادي يفرخ مزيان، وانما اللعب اللي ما يلعبش انا غادي نحل لهم، اما غادي يخرجوا ان شاء الله هنا، اما غادي يخرجوا ان شاء الله الخوت، ما خرجوا الوليدات. انا الخوت كياكلوا كاملين الشوم، اما الوليدات كاملين تياكلوا ولله الحمد. دابا غادي يضربوا الماكله مزيان ان شاء الله، وغادي يتكرعوا، وغادي نعطيهم هاد الذكوره، بداو كيهبطوا الذكوره الخوت المجبج، يمكن على ما اظن والله اعلم المجبج الخوت وهبط، قلت لكم ما غيمشيش، هل قلت لكم ما غيمشيش؟ هو المجبج الخوت هبط، هو يضرب القص. وغدا الجمعه راه ما غاديش نطلقوا مع الخوت، انا نخليه ياكل لانه ما مشاش، الحميمات الاخرين ما بداو كيهبطوا ولله الحمد. خو المجبج هو الثاني حمامه، ثاني حمامه داك الطوبي الشول الخوت، هذا خو المجبج ولله الحمد. الحميمات هما كيدوروا على الدار، وكيف العاده الخوت بالنسبه للماء راه غادي ها لا هذا الدفليه هذا كبير، هو خو المجبج، الحميمات بداو يهبطوا. كيف قلنا الخوت غادي نعطيهم داك الجهاز التنفسي، غرام فيترو الماء يعني معلقه صغيره، كيف قلنا الخوت معلقه صغيره، الحميمات هبطوا الله مبارك، الحميمات هبطوا. الخوت دابا غنعطيهم الاكل، دخل 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 دخل، دابا واخا نهضر الخوت عباد الله فايقه، دخل 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 باش تعرفوا فري شحال في الساعه. التليفون خليته لتحت الخوت، نقول لكم بالضبط شحال في الساعه. الخمس 17:03، كيف قلنا 17:03 يعني الخمسه اقسم، كيف قلنا الخوت الخمسه اقسم. هذه السحيمي اللي كان مريض الخوت اللي كيحلفوا مشتوه، هو هذا هو باغي يدخل، مكلخ مكلخ، ها هو مكلخ مكلخ، كيجي يطلع عليهم من هنا ان شاء الله الخوت. بالنسبه لذاك الكرياج راه غدا ان شاء الله غادي نسدو باذن الله الخوت، الفوق داك الشبيك غدا ان شاء الله غادي نسدو الى كتاب، لان الخوت كيف قلنا راه السلوم، عندي السلوم الخوت ديال الحديد، وكيف كتلاحظوا عندي جليج في السطح، وداك الشيء راه كيزلق، داك الشيء كيزلق، خفنا لا نجيبو الربحه. السحمي الخوت مكلخ، وليني راه ما ندير معاه حتى محاوله، هو عاد يدخل هنا، غادي يدخل صافي دابا مزيان. هذا هو اللي كان كيحلف امه كان مريض الخوت، راه بان ليا نشف، سبحان الله العظيم راه بان ليا نشف. الحمامه الخوت مزيان ملي ماكلاش في الصباح، ملي ما عطيتوش الصباح، يلاه عطيت البروديكسيون اللي عطيتهم كلا وشربوا، وبالنسبه لهادو راه ما عطيتهمش كاع ياكلوا. علاش الخوت؟ باش غادي ياكلوا ليا دابا مزيان باذن الله، انت وراه ما نطلقوهمش، وبغيتهم ليسونسيل هو الشريب ديال الدواء. الدواء الخوت خصهم يشربوا الدواء مزيان ان شاء الله. دابا الخوت نخليو الحميمه ياكلوا، راه هاد البركه اللي عطيتهم هي اللي عطيتهم، صافي ما غنزيدهم حتى شي لعبه ان شاء الله، ونمشيو نخلطوا الخوت الدواء باذن الله. هذا ما كان، يلا والله يرحم لكم الوالدين كيف عاده كيف العاده. واللي توفى الخوت بالنسبه للخاله ديالي الله يرحمها يا ربي امين، واحد الانسانه كيف قلنا الخوت، واحد الانسانه طيبه درويشه بزاف وطيبه بزاف، والله العظيم انها طيبه بزاف وديما ضحكه مسكينه، يعني واحد الانسانه طيبه طيبه، يعني اي واحد ما كاينش واحد يقول لك لا ما حملتهاش ولا هادي، مقبوله كيف كيقول لك، ماشي مبشوره، مقبوله كي كيقولوا لها بحالكم مقبوله، يعني واحد الانسان اللي تيكون مقبول عند مقبول عند الشخص الاخر، يعني ديما ضحكه مسكينه وما فيهاش داك البغض ما فيهاش الكره، انسانه طيبه الله يرحمها يا ربي امين. يا ربي بغيت تلقى هي والوالده ديالي والوالدي، تلاقاو تماك وخوتي تا هما وجميع اموات المسلمين، يتلاقاو في الفردوس الاعلى الخوت ان شاء الله، يا ربي ترحمهم. اللهم ثبتها عند السؤال، لاني الله تدفنات الخوت اليوم، اللهم ثبتها عند السؤال يا رب العالمين، يا ربي امين يا ربي امين، وارحمها وارحم الاب ديال خونا كريم الخلطي، اللهم شافي الاخ كريم بوشعره، كيف قلنا الخوت راه طاح من الموطور، طاح في حفره وتهرس مسكين من يدي كريم بوشعره، الله يشافي الله يجيب ليه الشفاء باذن الواحد الاحد. هذا ما كان الخوت، الله يرحم لكم الوالدين، غنزيدوا واحد شويه لان هنا الى لاحظنا الخوت بقات غير ديك البشنه، هذه اللي كنقولوا لها البشنه الزوان المدور كيقولوا لها كازاوا، غادي نزيدوا شويه ديال الماكله ونمشيو نخلطوا دابا ان شاء الله. شنو كيقولوا لها، نخلطوا الدواء. يلا تحياتي لكم، نزيدوا من الخوت قدامكم واحد شويه ديال الاكل،
ان شاء الله نزيدو في المعلفه اللي من لهيها او لهنا بجوج ان شاء الله. سيك 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 واش دابا عاد كتجي لعندي والذكر جا لعندي. حيدو 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 نعفط عليكم حيدو. الجوع الخطره كيدري سي معش شنو شوف الحمام كي ولا كيدير حيدو ها كنعفط عليهم كاع ودني هانيه. حيدو حيدو شوف 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 كيتجمعوا عليا انا قولبتهم. سير اصاحبي حيدو يلا حيدو ونتاوي جيعانين مساكن الخوت نتاوي جيعانين. غنزيدو مازال واحد شي شويه هنا صافي الله يجعل البركه. حمام الخوت جيعان جيعان معنى الكلمه نيت. اجيو الخوت نخليو دابا الحميمات ياكلو يحنجرو ونمشيو نخلطو لهم واحد الخمسه اطرو ديال الدواء ان شاء الله لان كنعطي البروديكسيون الخوت والانتاج البروديكسيون هي ديك البيدو اللي كنخلطو ان شاء الله نخليو الحميمات ياكلو واجيو نخلطو الدواء والله يرحم الوالدين. الخوت بسم الله على بركه الله انا راه الخوت عمرنا خمسه اطرو الماء لان هذا الدواء هذا كيكشكش كيدير داك الكشكوشه الخوت كيتنفخ ودرنا دابا الماء هو الاول وغادي نديرو معلقه اللي هي هذه الله يجعل البركه الخوت ها هي صافي هنا غادا تسلق ان شاء الله باش ما تكشكش لينا باش الحمام يتخلع حيت كيشوف ديك الكشكوشه ما كيزعمش الخوت يشرب والله اعلم. صافي الله يجعل البركه درناه كيف قلنا الخوت معلقه صغيره يعني 5 غرام في 5 لتر ديال الماء حنا غنشوفوا واش يتكشكش الخوت او لا لان نورمالمون خصو يتحرك حقيقه الخوت خصو يتحرك. لا لا صافي مزيان مزيان الخوت مزيان صفر امها صفرة ها هذا الخوت ديال البروديكسيون هذا هذا ديال البروديكسيون ماشي يلاه يوكلوا وليداته ان شاء الله باذن الله. والخوت حنا غادي نعطيو دابا الحمام الاخر ديال اللعب ان شاء الله حتى هو على بركه الله. يلا الخوت خليكم معايا والله يرحم الوالدين. الخوت ولله الحمد الذكور صافي راه دخلناهم دابا نخرجوا الاناث ونخرجوا داك الزغلول ان شاء الله على بركه الله. غادي نعفط على شي حمامه الله اعلم. الغرض عندنا الخوت بداك الزغلول اللي عاد جا جديد ضيف ضيف الحلقه خاصو ياكل لانه مسكين ما غاديش يخرج الا ما خرجناش. نشوف نشوف ها انتما بقى بوحدو الخوت قلنا لكم ما غاديش يخرج لانه باقي مسكين ما عارفش كاع باقي كيف كيقولوا ما شاف ما تشوف. ها هو دابا غادي يمشي ياكل ان شاء الله نتمنى انه ياكل. ها باغي لي وكلو تيقلب الخوت على لي وكلو. يلا الخوت الله يرحم لكم الوالدين ومن بعد غادي نعطيهم الخوت يشربوا ان شاء الله. ها هو كي تينقب تينقب الخوت واحد شي واخا ما غاديش ياكل بزاف يعني ما غاديش ياكل مزيان الحمد لله. بعدا بقي ما عارفش كاع كيفاش يوقف على المعلفه هو هذا الخوت نتمنوا فيه الخير ان شاء الله والتيسير. الله يرحم لكم الوالدين والله يرحم جميع اموات المسلمين. الخوت ديما راه قلتها الخوت داك النهار راه اليوم الدنيا وغدا الاخره يعني لا يغرنكم الخوت هاد الدنيا ما تغركمش الدنيا لان الدنيا الخوت راه فايته ونحن كعابر سبيل كما اقول دائما نحن كعابر سبيل يعني بحال غادي يزين وغادي تدوز الدنيا دغيا لان العمر الخوت كيدوز. حنا كنا صغار كانت عندنا 10 سنين باقي نعقلوا عليها عقلت على فاش كانت عندي الخوت 5 سنين وعقلت على 5 والله العظيم الا عقلت على 5 سنين. بالنسبه للمدرسه راه دخلت ليها على 7 سنين على 6 سنين يعني 6 سنين راه من طبيعه الحال تكون عارف 6 سنين وانما 50 فاش كان الوالد غادي يدينا الخوت للمسجد باش غادي يقريني القران ويقريني الجامع كنقولوا ليه المسيد فاش كان غادي يديني راه ديك الساعه كنت عارف شنو كاين يعني راه كنت عقلت وكنت عقلت. قلت ليه با فين غادي قال لي غنديك تقرا قلت ليه لا كان بكي قلت ليه السيلو كيزلق صافي قلت ليه السيلو كيزلق صافي بقات هكا هذا ما كان. يلا الخوت الله يرحم لكم الوالدين وكيف قلنا الله يرحم جميع اموات المسلمين يا ربي امين يا ربي ترحمهم برحمتك الواسعه اللهم ثبتها عند السؤال يا ربي امين. اللهم نقيها من الذنوب والخطايا كما نقصها والابيض من الدنس يا رب العالمين
على هي ولا الوالده ديالي ولا الاب ديال كريم الخلطي ولا الاب ديالكم نتوما نيت الخلطي توفى لي شي حد الله يرحمه من هذا المنبر هذا. الحميمات كيف كتلاحظوا انتي وطره ما تلقناهمش اللهم بارك غادي مزيان. الخطره فاش جيت في الصباح راه سيقت هنا الكولوار مع صبات الشيوا بالليل راه سيقت الكولوار هذا ما كان يعني حاجه وحده اللي دار سيقت الكولوار وكانت البروديكسيون مشيت فحالي. شوف شنبور كيطلع فوقهم راه هو كيتمشى مسكين بقوة الجوع ما عرف شنو غايدير متلف ما عرف شنو غايدير. اه باغي نقلب الخوت على واحد الشنبور هنايا فينا هويا واحد الشنبور هذاك اللي كنا كنهضروا عليه يمكن ما كاينش على ما اظن. عقلتو عليه خوت دفلي منقط في راسو سيوفا بويض دفلي منقط في راسو سيوفا بويض ما كاينش الخوت ان شاء الله ما كاينش لانه هو الخوت اللي طار لينا في السماء وبقى كيعلي بحال بوعميره. عقلتو عليه ما كاينش الخوت ما كاينش واحد الحمامه ما كايناش ناقصاني في الاينات ناقصاني الخوت حمامه في الاينات ما كايناش. انا عاد رديت ليه البال والبارح بالليل الخوت في الخدمه وقلت مع راسي خصني نمشي فاش نمشي للدار خاصني نشوف داك الشنبور واش كاين ولا لا. راه دفلي الخوت كيف قلنا دفلي ومنقط في راسو فيه سيوفا بويض منقط في راسو فيه سيوفا بويض ما كاينش الخوت صافي هو اللي مشى. وان شاء الله انا كنقول غادي يرجع باذن الله والله اعلم. انا تنقول غادي يرجع ان شاء الله ما كاينش الخوت هذاك الشنبور راه كان كيبقى فوق اللوفت بزاف الخوت. غنجبدو في الفيديوهات وغنجبدو ان شاء الله في الفيديوهات القدام وغادي نسكرينيه لكم ونوريكم الشنبور اللي مشى ليا. صافي ما كاينش الخوت ما كاينش ما فهمت انا فيه تلعب وزعما قراح الخوت راه قراح وما تيقدرش يطير وليت كنجري عليه وتهز علا. الا لاحظتوا البارح في الفيديو ديال البارح راه علا مزيان وفين مشى الله اعلم هذا ما كان. يلا الخوت تحياتي لكم غادي نزيدو مع الخوت واحد شويه الاكل عاد نعطيهم الماء غادي نمشي نهبط فحالي ان شاء الله نقاد الامور ديالي وغادي نمشي للعمل باذن الله. يلا تحيه لخويا عمر وخونا جهاد صابرين خونا سمير وخونا البشير خونا مصطفى الاص يونس الرمو كذلك كاع الناس اللي كيبغيونا وخونا ابو عبيد الشتيوي وخونا الشتيوي وما نساوش الموالع ديال الدار البيضاء خونا عثمان خونا عادل وخونا منير مخلص الله يحفظك وين تجيك. والحمد لله والشكر لله الخوت الامور لحد الساعه راها نقولوا طيبه والله يرحم لكم الوالدين. بالنسبه لهذه كيف قلنا الخوت غدا ان شاء الله الجمعه اللي غادا تكون فاطيم الزهراء وغادي نقاد لهم الخوت داكشي نقاد لهم دوك القصيدرات غادي نسدهم ان شاء الله على ود راكم عارفين الكوروندر كيكون بالليل والله الا حميمه مشات لينا والله العظيم الا تفكرتها في الخدمه الخوت والله العظيم الا تفكرتها في الخدمه قلت خصني نمشي نشوف نكولا ونشوف ديك الدفيليه واش كاينه ولا ما كاينه ساعه هي ما كايناش. انما ماشي مشكل الا كانت في الرزق راه غادا تجي كيف قلنا الخوت الا كانت في الرزق غادا تجي مطيحه تجي. وهي راه سمينه راه تبارك الله نمشي نجيب لهم شويه ديال الماكله الخوت نقدر نجيب لهم غير القمح بوحدو باش البزقه ديالهم تخرج الصفراء غنمشي نجيب لهم الخوت غير القمح ان شاء الله باذن الله. الخوت على بركه الله نزيدهم شويه ديال القمح والله ما كايناش الخوت ديك الحمامه ما كايناش مشات حمامه مشات الخوت نحيدو نعفط عليكم يلا الخوت تحياتي لكم كيف قلنا ولله الحمد الامور راها مزيانه لحد الساعه والله يخليها ديما مزيانه لينا ولكم وللجميع باذن الله. تحيه لخويا كريم الخلطي وخونا خالد الرئيس وما نساوش خونا بوشعره رضوان بوشعره وكريم بوشعره الله يجيب لك الشفاء خويا كريم من هذا المنبر والحمد لله على كل حال. يلا تحياتي لكم الخوت ونتلاقاو غدا الجمعه باذن الله والله يرحم لكم الوالدين والله يرحم لي الوالدين والله يرحم الوالدين الجميع أمة محمد كيف كنقولوا جميع المسلمين الله يرحم لهم الوالدين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.